الراي ديالي في اي مواطن مغربي كيف ما قلتي، راح اول حاجه اتفقنا عليها اللي غنتحدوا عليها المغاربه كاملين هي هذه. وانا كان ايدوا من الفكره، حيت علاش؟ حيت دابا في حاله المنتوجات هادو اللي كنستهلكوهم بزاف، فوصلوا فهمتي بحال اللي داهم شويه الاغراء وكدا، زادوا معاهم عملوا القرون كيف ما كيقولوا المغاربه دابا كاملين. فخصنا ضروري نتحدوا هيدا باش نطيحوا لهم الاثمنه ديالهم، ومنا هادو ماريوس كبار يعني خافوا منا منتوجات اخرين فحال الزيت فحال بزاف ديال الحاجات. دابا من ناحيه ديال الزياده راه حنا معاهم، يزيدوا لنا بالحق، ما ينساوش الجيب ديال المواطن خاوي، يعني تيزيدوا له في الخلصه ديالو، ماشي كيوقع شويه ديال التكافؤ وكيتعوض الكفه الميزان. اللي بداو مغاربه انا متفق معاها، حتى خدمات بزاف، غتخدم مواطن مغربي بالدرجة الأولى والطبقة الفقيرة بالدرجة الأولى. وهاد الحملة ما جاتش عام فارغ، جات بعد عدة ضغوطات اللي طبقتها الدولة المغربية على المواطن الفقير. فحال اللي كنا شفنا ديك الوزيرة اللي كانت قالت باللي أن المواطن الطبقة الفقيرة كتحدد بجوج دولار اللي هي 20 درهم مغربية، وهذا اللي كيأكد باللي أن الدولة ما واعياش بالمواطن المغربي. هاد الحملة يعني كانت عندها بزاف ديال المضاعفات اللي تأدي النتائج إيجابية ولا استمرت. وكنطالب المغاربة كاملين يتحدوا مع بعضياتهم في هاد الحملة باش تستمر وتكون ناجحة 100%. بالنسبة لهاد المقاطعة ديال هاد المواد الغذائية بالنسبة ليا مزيانة، علاش؟ باش يوقفوا على الحد ديالهم كما قلنا قبيلة، هما راه غادي كيتزاد الحليب في الأول كان بجوج دراهم و50، دابا تقريبا 3 دراهم و50، وراه يخدو من هنا فوق يزيدوا عاود، وهذا الشيء راه مزيان في الصالح ديال المواطن وفي الصالح ديال المستهلك. انا تنقول بالنسبه للاخوان اللي تيديروا داك الشيء في الانترنت، خص يكون داك الشيء فهوي كتابي بحال اللي تيقول البراتيك، حيت ماشي دعايه خاصك ديرها في الانترنت، خاصك ديرها حتى البقاله ما تبقاش دي من عندهم، حيت داك الشيء تيزيد على حده. وفرنسا كانوا داروا داك الشيء، راه داروا كانوا حبسوا على الحليب، ما بقاوش يسيركو كاع. وهنا في المغرب حنا عندنا دعايتي في الانترنت والشركة مازال خدامة، تكسرها 10% تطيح لها، والإنسان خاصو يتحد بهذوك الشركات غادي تزيدو في داكشي. إيه، والاتحاد هو كلشي، الاتحاد قوة. بالنسبة للأسعار دائما في استمرار بالارتفاع، والحملة اللي عملوا زعما يعني ربما تردعوهم شوية ولا تنبههم ولا يعني يمكن تعطي نتيجة، انه فعلا الاشكال دابا في كل ساعه كاين زياده، كل ساعه ماشي في الحليب ولا في كل ساعه في اي حاجه كتفاجئ في الصباح، كتصبح انه كاين زياده في كل شيء، والطبقه الكادحه يعني ساخطه على الوضعيه، وما كيزيدوا في يعني في الاسعار ويزيدوا في هذا، ما كنعرفوش انه وانه سيما داخل رمضان يعني ما شاء الله ما شاء الله، الله يهديهم الله يهديهم. الرأي ديالي في هذه الحملة الفيسبوكية ديال انقطاع الحليب والغاز وسيدي علي، أنا كنظن أنايا مزيانة، من ناحية مزيانة للمواطنين، مزيانة فهمتي بزاف، لأن الدولة راه ما شاء الله فهمتي، الدولة ما مخلية لنا حتى شي حاجة فهمتي. الفقير اختي راه بزاف عليه، الفقير راه كتلقى عنده مسؤوليات تبارك الله، وما زايدين في الاسعار، كتلقى عنده وليدات، كتلقى عنده الكراء، كتلقى راه ما لقاش باش يخلص الكراء، ما لقاش فهمتي، وما لقاش داك الكرتون ديال الحليب ما غيوصلوش لا زادوا فيه هما 10 دريال ولا درهم، راه ما غيوصلوش. هاد المقاطعه ديال هاد المنتجات جاني حل زوين، هذا حل عقلاني وسلمي فهمتيني، باش هما يفهموا راسهم وينقصوا من الاثمنه ديال المنتجات ديالهم، حيت المنتجات كل مره كيبقاو يطلعوا فيهم فهمتيني، داكشي غير قانوني. المهم خص هذا الحل، هذا جاني بالنسبه لي الحل زوين وسلمي فهمتيني، ما كاين فيه لا مشاكل لا صداع لا والو. هذه حريه ديال المواطنين ديال الشعب، بانهم يقدروا يقاطعوا شي حاجه ما بغاوش يشريوها ما يشريوهاش. عندني المنتوجات اللي تزاد النسبه ديالهم كل شويه، تيقولوا لك راه زايدين 10 دريال زايدين 4 دريال زايدين، والصراحه ديال الله راه شنو نقول لك، راه
حشومه بزاف. والناس عاوتاني اغلبيه ديال الناس ما فحالتهم شويه يزيدوا النسبه اللي عليهم واللي ما عندوش منو ما يشربش. كنقول انا بان ما هاد الاسعار دابا اللي كيزيدوا خصهم يعملوا الاحتياطات بالنسبه للعامل اللي هو اجر بسيط يعني ما يقدرش يتحمل هاد المسؤوليه ديال المصاريف المدرسات يعني بزاف د الحوايج. هما راه كيعرفوا هاد المسؤولين الكبار هما اللي خصهم يتحملوا هاد المسؤوليه هادي. شي كيربح جوج الملايير وشي كيربح 60 درهم شي كيربح هذا هو المشكل اللي كاين في هاد الدوله. يعني النقطه هادي مصلحه للجميع يعني الاسعار كترتفع يوما بعد يوم يعني ماشي مصلحه لينا حنا سواء الشعب كامل بصفه عامه. لهذا خص الطبيعه خصو يكون اتحاد دائما خصو يكون اتحاد يعني وتكون الاتحاد يكون على الصواب اي حاجه في اي مرحله تكون على الصواب يعني بس يعني ما يكون عشوائي ولا شيء يكون يعني منظم في جميع الاحوال.